بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضرتكم. بنتكلم عن التزهير في الخيار. لو بصيت للمنظر اللي قدامك كده هتلاقي اللون الأصفر أكتر من أي حاجة، من أي لون تاني، يعني حتى غالب على النمو الخضري. تمام، هاو شايف التزهير قد ايه. الملاحظة يا جماعة، النمو الخضري مش وحش، كويس جدا. تمام، الـ الـ الاوراق نفسها ما شاء الله ما فيهاش اي مشكلة خالص اهيا. تمام، من تحت اهو، من تحت خالص اهو، من تحت خالص لحد ما بنطلع فوق. تمام، بنلاحظ عدة ملاحظات. الملاحظة الاولى النمو الخضري كويس جدا وممتاز، مساحة الورقة كويسة، أمراض إن كان العناكب ولا الثقيبة مصة ما فيش، قمة نامية ممتازة جدا أهي، قمة نامية ما فيش أي حاجة فيها. طيب نيجي على التعداد اللي في عدد الثمار. شايف عندك على العقلة قد إيه تقريبا، لما تحس كده 2 4 6 8، والله فوق 15 يعني، في العقلة دي فوق 15. تعالى في العقلة دي فيها 6، 4 كبار هم وواحدة صغيرة هي وواحدة صغيرة تاني، وهكذا. يعني التزهير عندك ممتاز، ملاحظ العدد عندك ممتاز. اللي أهم من العدد واللي دي المشكلة اللي بتقابلنا كلنا هي التنفيل. تنفيل ما فيش خالص. تعالى على العقلة دي، فيه انت شايف تنفيل؟ ما فيش حاجة خالص، ما فيش أي حاجة الحمد لله خالص، ما فيش أي حاجة خالص. اللي شايف تنفيل يقول لي، ننقل على واحدة تانية. ها، اللي شايف تنفيل يقول لنا، اللي شايف تنفيل يقول لنا. تنفيل تنفيل تنفيل، ما فيش تنفيل. تمام، وديا أهم حاجة إحنا بنبقى محتاجينها في الخيار. الثمار الكاملة ممتازة الحمد لله، ما فيش أي مشكلة خالص أهي. الثمار الكاملة هي ما فيش أي مشكلة خالص، بنجمع يوم ويوم، ومع ذلك الدنيا الحمد لله كويس. تمام، الانتاج مرضي وممتاز. الثمار اهي زي حضرتك ما شايفه، هي مفيش اي مشكل خالص اهي، اهي مفيش اي مشكل خالص، مفيش تنفيل، مفيش اي حاجه. القصه دي جت منين يا جماعه؟ جت اول حاجه انك انت مختار الصنف الكويس. تمام، انك انت مختار صنف بيجود في العروه اللي انت زرعها. تمام، مختار صنف بيجود في العروة اللي انت زرعها. ما تروحش تخالف نفسك وتروح انت ما عندكش مكيفات ولا اي حاجة، وشفت صنف ملط كويس في الصيف تقوم زرعه في الشتاء. ده مش كلام، ما حدش يعني بأيد الكلام ده كلته خالص. تمام، يبقى اول حاجة اختيار الصنف عندنا. تاني حاجة طريقة الزراعة يا جماعة. طريقة الزراعة عندنا قلنا طريقتين وزهقنا نتكلم فيهم، بس احنا كعرب ما بنحبش ناخد اللي بين السطور، بنحب ناخد الخطوط العريضة. وبعد كده لما بتحصل يعني مشكلة من أصغر شيء، لأن معظم النيران من مستصغر الشرر معروف ده، فممكن غلطة بسيطة بس كده أنت بتعملها وبتعمل كل حاجة صح، وبتيجي على حاجة بين السطور كده بتعملهاش خلاص. فنتيجة المقاومات بتاعة النجاح بتاعة التزهير العالي اللي انت شايفه ده هون، والأعداد الكبيرة، صنف اخترته بعناية وكويس، جربته قبل كده على الوضع ضيق خالص اللي ياخد قوس قوسين، بعد كده ابتديت تعمم او شفت الكلام ده مزروع عند حد صاحبك او حد جارك او ايا كان. تمام، دي رقم واحد. رقم اتنين طريقة الزراعة. احنا عندنا طريقة زراعة الطريقة الزراعة اللي هي الطريقة الزراعة المباشرة في التربة، ودي أفضل حاجة إذا كانت التربة عندك كويسة، ما عندكش أملاح، ما عندكش المية بتاعتك مش مالحة، ما عندكش قوارض تعمل لك مشاكل وتاكل البذرة اللي انت حطيتها في التربة، ما عندكش تربة معوقات أرضية زي التربة تكون طفلة أو يكون فيها مشاكل. فديت على طول بتزرع، تسوي الأرض بتاعتك بعد ما بتحط الخدمة بتاعتك، بتسوي الأرض بالشوكة. تمام، وتفرد الخراطيم بتاعتك وبتبدأ تزرع فورا على طول، بتلاقي الدنيا ماشية معاك. ومعروف إن الزراعة بالبذرة أو بنت الجورة أفضل بكتير بكتير من الشتل. ليه؟ هي أساسا ما تعرضتش لأي ستريس، أنت زرعتها، الجدر تمنه شغال، ما فيش حاجة بقى اسمها كسرنا الجدر وابتدينا ننقله من الصينية بتاعت من الصينية للأرض المستديمة، ومن الظروف بتاعته في المشتل لظروف البيت المحمي أو خارج. فالمهم بكل المقاييس الزراعة بالبذرة أفضل من الزراعة
الشتلة، تمام؟ دي رقم اثنين. رقم ثلاثة يا جماعة، قلنا العمليات العملية إضافة الأسمدة سواء العضوية أو المعدنية، وقلنا الأسمدة العضوية هي بمثابة يا جماعة، بمثابة إنك أنت طالع السلم 10 أدوار، تمام؟ طلعت 5 أدوار وعايز تكمل وما أنتش قادر، نفسك اتكرش والدنيا عندك ما بقتش كويسة، هنعمل لك إيه؟ تمشي وراك بأنبوبة أكسجين؟ لا، ما تمشيش بأنبوبة أكسجين في الزرع. هتعمل إيه؟ هتحط سماد الأساس بحيث انك انت لو تعثرت او حصل لك مشكله في نص الطريق بتكمل الاسمده ديت، ما فيش مشكله. لو انت قصرت فيه ولخبطت وكنت ما انتش عارف تسمد خالص ولا ده مكان ده، الاسمده ده هي تعتقد ان هي تامن لك احتياجات 60 ل 70%، ودي لازم تكون حاططها في دماغك وتكون مقتنع بيها وجربها. انا ما بقولكش يعني خد مني كده وخلاص، تمام؟ دي رقم اثنين. رقم ثلاثة، ازاي تدير المية بتاعتك. المية يا جماعة، المية انا اقسم بالله اكتر حاجة تعبتني في الشعب العربي كله المية. المية نقول يا جماعة في حاجة اسمها الووتر اد مانجمنت، ادارة المية. ادارة المية في بعض الشركات الناجحة يا جماعة، في اساس المهندسين بيسموهم مهندسين ري، ده تخصصه ري، تمام؟ بالري الاوروبيين عاملينه بالكمبيوتر بحيث ان هو عنده التنشومترات او عنده الجهاز البتاع اللي بيقيس الرطوبه الارضيه، واول ما الرطوبه عنده بتقل عن ساعه حقليه او حاجه هو مظبطها، بتبص تلاقي على طول البير عنده اشتغل او الموتور اللي هو حاطه اشتغل اوتوماتيك مع نفسه. فاداره الميه يا جماعه، ما تقعدش يوم تضرب للارض ميه وتسرح مع نفسك كده، ويوم تحرم الارض بتاعتك من الميه وتبقى ماشي. عينك على لون النبات نفسه وعلى التقدم بتاع النبات او الاستطالة بتاعت النبات، تمام؟ خد بالك من القصة دي كويس، بمعنى برضو بمعنى انك انت النبات اصفر وقف عنه المية، اللون مش طبيعي وقف عنه المية، بتحس ان التطور بتاع النبات مش طبيعي، يعني النهاردة لقيته في المكان ده بكرة لقيته ارترفع كده، لا دي زيادة مش طبيعية. اذا فديت معروف ان هي المية عندك فيها مشكلة، تمام؟ وقد يكون التظليل عالي عندك، وقد يكون التسميد الازوتي عالي عندك، فعينك على الحتة دي بالله عليك وراعيها كويس. معلش انا بعيد وبزيد فيها لان معظم المشاكل بتجيلنا منها، تمام؟ يبقى إدارة المية، إدارة التسميد. زهقنا نقول يا جماعة التسميد، أنا ما بقولكش يا عم سمد بالكمبيوتر، لا، ولكن خليك أقرب للحقيقة وللواقع. أنا وإنت واخدينها بالخبرة والإكسبيرينس، ما عندناش إحنا النهاردة في حاجة اسمها والله إنت عندك الدنيا دي وقفت فحط المعظم، ما عنديش أنا كده، ما عنديش الدنيا عندك مش كويسة فحط العنصر دهوت أو كده، ولكن إحنا بنمشيها على حسب مراحل النمو بتاعت النبات وبنجتهد فيها، وبالخبرة قدرنا ان احنا نوصل لصيغة معينة ترتضي الكل، وهي ان انا في الاول خالص قلنا بنبدأ نسمد التسميد بتاعنا العشرينات العادي، بعد كده المرحلة الاولى يعني في 15 يوم كده والنبات طلع عندك وبقى كويس، بنبدأ ندفع بس بالفوسفور شوية، علي الفوسفور شوية، على بداية مرحلة التزهير علي البوتاسيوم شوية، في اثناء الجمع يبقى بتحط عشرينات مع زيادة في البوتاسيوم. عشرينات ليه؟ عشان بتأمن لك التلات عناصر الأساسية بتاعتك الـ NPK، وبتحط بوتاسيوم ليه؟ لأن النبات محتاج البوتاسيوم في الوقت بتاع الجمع عشان الثمرة تكبر بتاعتك وتبقى كويسة. بنقول حط كل أسبوع مرة كالسيوم، وحط مرة كل أسبوع هيوميك أسيد، وحط مرة يا سيدي رش 20، حط مرة رش عناصر صغرى، مفيش أظن يعني غير كده. بعد كده الوقاية يا جماعة هي اللي وصلت لنا لأن التزهير ده هو يكون كويس. ما أنت ما عندكش وقاية إذا ما عندكش تزهير، ما عندكش تسميد إذا ما عندكش تزهير، ما عندكش عندك ثقيبة مصر مبهدلة الدنيا ما عندكش تزهير، عندك من يبقى المن هيجي على الزهرة دي وهياكل الدنيا كلتها، يبقى ما عندكش أي تزهير، هيجي عندك الثقيبة المصة هتتطفل على ديا، إذا فما فيش استطالة، وهتلاقي الدنيا عندك مش كويسة، تمام؟ فأخد بالك من حتة برنامج الوقاية بتاعتك من أول الأسبوع الأول من النبات وطلع عندك، وبعد 4 مرات حقيقية رش، يكش ترش مرتين ثلاثة أعتى المبيدات.
عشان بعد كده هتقف، لان عندك فتره تحريم. اعتى المبيدات بمعنى انك المسبلان رش اخلط مسبلان مع او لمباضه مع الفرتمك، هتلاقي الدنيا كويسه عندك تمام، بحيث انك تقضي على اي حشره كامله من اولها بتاعه العنكبوت، ما تسمح لهاش من الاول اساسا ان هي تبيض وتعمل يرقات وتعمل القصص اللي احنا عارفينها دي، لا من الاول خالص دمرها من الاول خالص تمام. يعني من الاول خالص انت حضرتك تدمر لنا الـ 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 العناكب والثقيب المصة، ودول اخطر حاجتين في الخيار الصيف يا جماعة. بعد كده عندك حاجة حضرتك المفروض لازم تعملها ولازم تاخد بالك منها خالص، وهي البياض الدقيقي. رش مرة يا اخي كل 10 ايام مرة، كل اسبوع مرة رشة وقائي للبياض وللبياض الدقيقي اللي ممكن يحصل لك في الخيار الصيفي ويعمل لك مشاكل كتيرة تمام. دي الحاجات اللي لو حضرتك قدرت تسيطر عليها تقدر تطلع بتزهير كويس، والدنيا عندك هتكون كويسة وكويسة جدا خالص 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 تمام. فياريت يعني الناس تاخد بالها من الحاجات دهيت، وهي خطوات واحدة ورا واحدة بتلاقي الأمور عندك ممتازة جدا وما بتحتاجش لأي حاجة. أما هتعك من الأول يبقى تلم العدة بتاعتك وتروح تروح وتتغطى كويس في الصيف عشان تعرق، وتقول وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بس. وعلى فكرة لكل مجتهد النصيب، حتى انت لو قصرت بس بتجتهد هتلاقي ربنا أدلك من حيث لا تحتسب. وإن الزراعة بتعتبر أحل المجالات في الحياة دي بحالها، أنت لا بتظلم حد ولا بتبكش على حد ولا غيره، أنت بتزرع والزراعة بتاعتك بتطلع. المهم تكون واخد بالك من الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دهيا. شكرا لكم، رغم ان قلت في الكلام ده كتير وفي ناس بتنتقد، بس اللي ينتقد يضرب دماغه في احسن عمود خرسانة في الوطن العربي. سلام.